السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم اليوم؟ ماشيين لمنطقة اسمها ناغانو، كلها ثلوج. يا الله يستر، أنا ماشي غادي بمارس المهارات متاعي طبعا خبير ثلوج على أساس يعني، لكن إن شاء الله تكون تجربة ممتعة. عموما عائلة وجهوا لنا دعوة وقالوا لنا تعالوا اقضوا عندنا يومين في ناغانو حيث الثلوج. الأولاد مش مصدقين، فرحانين على آخر يبوا يحضروا الثلج ويديروا شوية تزحلق. أنا ممكن ناخذ بطانية ونشد تركينة ونحط كانون ونطحلها شاهي وقهوة وإنترنت. هذه أحسن حاجة بالنسبة لواحد زي حالاتي. السيارة هذه والله قلت لازم نصورها، مش عادية ما شاء الله، هوندا ولاها هيك شيباني جوا مليح، فقلت لازم نصورها حتى بالخنبة. شفت الظل متاعي، خلينا ندير الدعاية بطريقة سليمة. فاميلي مارت، حيث كل احتياجاتك، كل اللي تبيه من احتياجات موجود فيه فاميلي مارت. في محافظة ناغانو توا وصلنا، وفي مدينة سوا. تشتهر المدينة هذه في بحيرة، هذه اسمها بحيرة سوا، وقدر أنا لقيت متحف للزجاج اسمه سوا غلاس ميوزيم أو الأعمال الفنية الزجاجية، مانيش عارف، بس خلينا نخش ونشوفوا على شنو الموضوع. إن شاء الله بس يطلع حاجة فيها فايدة، ولا لأن درجة الحرارة توا صفر تحت الصفر تقريبا. هل بقى المتحف هذا طلع فيه حاجة ما فيش منها في العالم كله، في حاجة فريدة من نوعها في العالم كله. فيه أكبر كريستالة في العالم، أكبر زجاج كريستال في العالم، سعرها 2 أوكو ين، يعني 2 رقم 2 وجنبه 8 أصفار وبعدين عملة الين، تطلع مش عارف تقريبا 2 مليون دولار. خلينا نتفرج عليها شوية، وكان لقطة فلساتها ناخدها معي ونروحوا بها. نبي خش نرقد، لكن قبل لا نرقد قلت خلنا نوريكم المنطقة اللي هنا فيها. اوكي، منطقة
سوق في محافظة ناغانو، أول محافظة ناغانو يعني في بدايتها. ما زال مدينة ناغانو تبعد حوالي 120 كيلو متر من هنا. هذه أطراف المحافظة، هذه الدنيا توا ليل والحكاية تلج، وقاعدين في حوش على رأس الجبل. حب نبات الليلة هنا إن شاء الله، وغدوة يوم جديد بنمشوا لي تزحلق على التلج. والله شكلها حتجيت بهديلة باهية. طبعا تشبحوا فيها اللي حواليا ظلام دامس. هذا تشبحوا فيها، هذه المدينة اللي كنا فيها قبل شوية. الكاميرا مش هذيك المواصفات باش تصوير ليلي، لكن او على الاقل شويه من الجو اللي ممكن نوريه لكم. صباحكم مبارك، كيف حالكم اليوم؟ طلعت الشمس والدنيا صحو الحمد لله، ما فيش كان تلج قاعد ينزل، لكن درجة الحرارة كانت 7 تحت الصفر، وكانت ليلة مسقعة الحق. الصغار بالكاد عرفوا يرقدوا مع كدس البطاطين اللي حطيناهم فوقهم. الحمد لله عدينا على خير النهار. السيارة طبعا خلينا نشوف إذا كان ميتها جمدت ولا قاعدة كويسة. حبيبات التلج. في نتاع المية هذا الخليل، خلينا نجيبه ناخذه ونشوفه. تقول فريزر. يا سلام. المدينة جاية بين جبال، وامس مشينا شوية على الشط، كانت الحكاية صقع تحت لدرجة لا تطاق، يعني درجة حرارة اكتر من ناقص 10 كانت. فالفكرة كانت مش ولا بد. بعد شوية ان شاء الله بنفطروا وبنتوكلوا بنمشوا لمنتجع تاع تزحلق على التلج. ادعوا لي الله يستر، انا ما نحبهاش التلج الحق، ومش من النوع اللي نحب نتزحلق ولا نحب التلج عموما. والله واحد جاي من صحراء وبحر، شن تتوقع يعني يحب تلج؟ صعبة شوية واحد يتعود عليه.
زي مسلسلات الأكشن. ها مش معروف شنو هو المصير بعد شوية. حابين تعرفوا ماذا حدث بعد قليل؟ تابعونا في الحلقة القادمة. إن شاء الله يكون عجبكم ما رأيتم. إلى أن نراكم في الحلقة القادمة لمعرفة المزيد، خليكم ديما رايقين. السلام عليكم.